مع قدوم اللاجئين إلى تركيا وبدء أعمالهم، كثيرون فضلوا كتابة أسماء محلهم ومطاعمهم باللغة التركية، لكن طول مدة إقامتهم وتحول أماكن عديدة إلى مراكز لتجمع مطاعم السوريين ومحالهم، أخذ يغير مشهد بعض الأحياء التركية على صعيد طبيعة المحال واللغة الدارجة فيها، وعلى صعيد تسمية تلك المحال. لكن طول مدة إقامتهم وتحول أماكن عديدة إلى مراكز لتجمع مطاعم السوريين ومحالهم، أخذ يغير مشهد بعض الأحياء التركية التي تغيرت على صعيد طبيعة المحال واللغة الدارجة فيها، وعلى صعيد تسمية تلك المحال. ورغم تحفظ بعض الأتراك على انتشار هذه اللوائح والتي أخذت تغير من مشهد بعض الأحياء التركية، غير أن الحكومة التركية بقيت تتجاهل هذه التحفظات من باب أنها إقامة مؤقتة ليس إلا. غض النظر، هذا لن يدوم إلى ما لا نهاية، فقد أصدرت البلديات التركية خلال السنوات الفائتة سلسلة من القرارات التي تقضي بضرورة كتابة أسماء محال السوريين ومطاعمهم باللغتين التركية والعربية. رغم ذلك لم يلتزم كثير من المحال بهذه الشروط في ظل المهل العديدة التي سمحت بها هذه القوانين. بعض السوريين ربطوا صدور هذه القرارات آنذاك بمحاولات الحكومة التركية دمج أعمال السوريين ومحالهم في السوق التركية. ومؤخرا عادت بعض البلديات لتؤكد على ضرورة تغيير أسماء المحال السورية، لكن الجديد هذه المرة أنها جاءت بالتزامن مع تحولات عاشتها بلديات عدة على صعيد قياداتها، وأهمها بلدية اسطنبول، بالإضافة إلى تكرار حوادث الاعتداء على اللاجئين السوريين من قبل بعض المستائين من وجودهم. هذا الربط سيدفع عددا من السوريين والعرب إلى التراجع عن التفسيرات الإيجابية السابقة لصالح تفسير آخر يربط عودة هذه الإجراءات بما يقولون إنها محاولات للتضييق عليهم في ظل ازدياد المواقف العنصرية تجاههم. فما الذي يعكسه قرار تغيير أسماء محال السوريين في تركيا من العربية إلى اللغة التركية؟